السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. وهذا الفيديو راح يكون عن تطبيق الفيس كام. طبعا زي ما تشوفين جبت بعض صور اليوتيوبر المشهورين وراح استخدم التطبيق في اني احول صور هدول يوتيوبر، راح نحول صورهم الى صور وهم كبار في السن. فخلونا نشوف اول واحد عن سكيلز. تحياتي لك يا سكيلز اذا عم بتشوف هذا المقطع. هذا الفيديو عملته فقط للتسلية والضحك، مش لاني قاصد شيء تاني ان اشوه صورك او اشي زي هيك. فهدف هذا الفيديو هو التسلية فقط. اوكي، انا صورة سكيلز زي ما شايفين، راح نحول هذه الصورة الى كبير نشوف كيف راح يكون شكله. ندوس ونحط على كبير سكيلز. I don't know. يا ساتر. الله يكون بعونك لما تكبر لك. شنو هذا؟ واو، صراحة تطبيق هذا رائع جدا. يعني طلعوا كيف خلى شكله، بجد كبروا سن 50 سنة لقدام. اوكي، نشوف الصورة اليوتيوبر اللي بعده. حط الغاء الامر. عندنا احمد مساد، الصورة الثانية احمد مساد. طبعا هذه الصورة زي ما شايفين، ثواني جاري معالجة الصورة ثواني. اوكي، زي ما انتم شايفين يا شباب، هذا احمد مساد. طبعا هو حاطط شيد وشعر شايب على راسه، مش فاهم كيف عامل. المهم نشوف، طبعا تفاصيل وجهه مش مبين انه ختيار، لكن شعره مبين شايب. راح نخلي وجهه الان، راح نخلي وجهه يدل على انه كبير. ليتس جو. اوه، ولك شنو هذا؟ اوه، يعني فوق ما هو شايب كمان شايبه بزيادة. يا باي، احمد مساد شنو هالجمال، شنو هالكيك. I love myself. طيب نشوف الشخص اللي بعده، هو ماهركو. طبعا ماهركو يوتيوبر اردني بنزل على لعبة ببجي، اكيد الكل بيعرفه، اكيد الكل اللي بيلعبوا ببجي بيعرفوه، فغني عن التعريف هو. اوكي، ليتس جو نشوف صورتك يا ماهر بعد ما تصير في. اوه، طلعوا كيف صار يا شباب. صراحة تطبيق رائع، متعوب عليه التطبيق هذا. نشوف الصورة اللي بعدها، نشوف صورة أحمد البياتي، طبعا لاعب ببجي يوتيوبر، قناته مليونية إن شاء الله قبل ما نصير إحنا نصل المليون. زي ما انتم شايفين يا شباب، هيات احمد البياتي. راح نحول وجهه ونغيرها لصورة، راح نحول شخص كبير في السن، نشوف كيف راح يظهر منظره بعد ما نحول صورته. اوه، صراحة الصورة من قبل مش واضحة كتير، لهيك المغبش شوي فمش مبين كتير. طيب يا شباب، نشوف الصورة اللي بعدها، نشوف صورة أبو خليل. راح نشوف مع بعض وهو عم يضحك كمان، يعني الوضع حيكون لوز.
خلونا نشوف صورة أبو خليل لما يكبر في السن، نشوف كيف راح يصير عمره. واو، أهنيك أبو خليل، أهنيك، أنت هيك صورتك لما تكبر، طيب أهنيك، يعني لا في تجاعيد، لا في وجهه مليان، ما في شيب كمان. لا بصراحة جميلة هذه الصورة، مقبولة كويسة. عندنا بيكاتشو، شوف صورة بيكاتشو، تمام، هاي صورة بيكاتشو. راح نحاول صورة بيكاتشو نخلي صورة وجه كبير. لا 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 لا، بيكاتشو فخمة. لا لا لا، صراحة صورة رهيبة جدا، طلع كيف صار شكله. نرجع نشوف صورة، للي ما بيعرف فهد الشلهومي، نشوف صورة فهد الشلهومي كيف راح يصير شكله بعد ما نكبر صورته. هاي صورة فهد الشلهومي، طبعا الشخص مكشر ما بعرف شو ماله. راح نخليك مكشر الحين زيادة يا فهد، نقول بسم الله ونشوف كيف فهد الشلهومي كيف راح يصير شكله. أوه لا لا لا، مستحيل مستحيل، طلع كيف يا جماعة، تفاصيل وجهه تغيرت بالكامل. لا 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 في عنا يوتيوبر تاني اللي هو الملك هيمو، ملك هيمو من غنى عن التعريف طبعا، يوتيوبر ناجح على اليوتيوب، قناته مليونية. خلونا نشوف مع بعض كيف صورته راح تصير بعد. طبعا كل اليوتيوبر هدول بيلعبوا ببجي، يوتيوبر ببجي، إلا أحمد مساد يوتيوبر كوميدي. الملك هيمو راح نشوف شكله بعد ما يتغير وجهه، ونقول بسم الله، نشوف كيف صار وجهه. واو واو، صراحة طبعا ملك هيمو عشان حجمه ضعيف فصورته كويسة نوعا ما. هيك صورتك يا ملك هيمو لما تكبر، والله فخمة ما شاء الله عليك. نشوف اليوتيوبر الأخير اللي هو ابن سوريا، زي ما انتم شايفين ابن سوريا طبعا شباب ومنور في الساحة. لا 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 لا، بطلت شوية بدك يا بن سوريا، بن سوريا لك جوهر الجمال. طلع كيف صار شكله يا جماعة الخير بعد ما كبر. نشوف صورة تانية، هذه الصورة مشوشة نوعا ما، نشوف الصورة هاد وبضحك. اوكي، ها صورة بن سوريا وهو شاب، راح نحوله لصورة وهو كبير سن. شو طلع كيف صار، يا ساتر، ولك شو هالجمال، جمال شو من الناس نايمين. طلع كيف راح يصير شكله لما يكبر يا جماعة الخير. بس بتضلك حلو يعني، ما في ولا شيبة في شعرك. واو واو، طيب يا جماعة الخير، هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى المقطع يكون عجبكم. اكتبوا لنا تحت في التعليقات مين أكثر صورة ومين أكثر يوتيوبر فاجأكم لما تغير شكله. تنسوش تواصلوا هذا الفيديو للألف لايك،
والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار كل فيديو بنزله على هذا القناة. كان معكم أسامة، أشوفكم مقاطع جاية شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.